السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. على قبل ما نبدا معكم هذا الفيديو، غادي نطلب منكم اللي ما مابونيش يتابوني في لاشين ديالي، واش يجيني بلي لايك الا عجبو لي فيديو اللي كنبارطاجي. على اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم الزياره ديالي لواحد المدرسه اللي سميتها مجموعه مدارس امزين، اللي تنظم فيها حفل بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي للرياضيات. فهاد الحفل ان شاء الله غادي يكون الاعلان على نتائج مسابقه الرياضيات السريعه واولمبياد الرياضيات لموسم 2022 2023، وان شاء الله دايما هاد الحفل غادي نشوف مجموعه من المسابقات ومجموعه من الورشات اللي نظموها الاساتذه لفائدة المتعلمين والمتعلمات ديالهم. وهذا الحفل أو هذه المسابقة كانت من تأطير المؤثر التربوي الأستاذ فصيح محمد. غنخليكم على فيديو دابا تشوفوا لقطات من هذا الاحتفال. يا أيها الحضور الكريم، باسم تلميذات وتلاميذ مجموعة مدارس إمزين، نرحب بكم في حفل الختام لمسابقة الرياضيات السريعة في نسختها الثانية، التي ستنظم بمناسبة الاحتفال بيوم العالمي للرياضيات. فمرحبا بكم جميعا ولتستمتعوا بفقرات حفل الزهيد، وشكرا. هذه هي الدورة الثانية للاحتفال باليوم العالمي للرياضيات.
لمجموعة مدارس المزيد. سنبدأ بمجموعة مدارس المزيد. المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة الرياضيات السريعة. غادي نبداو الرياضيات السريعة، لأن هناك رياضيات سريعة وهناك هاد السنة أولمبية. بالنسبة للرياضيات السريعة المرتبة الثالثة أستاذة أسماء بوسمكة، صفقوا عليها. هما الفائزين الثلاثة في مجموعة مدارس إمزين. النتائج النهائية لهذه السنة، كنشكر الأساتذة الذين ساهموا، جميع الأساتذة المؤسسة والمؤسسات التي قدم فيها هذه المسابقة، التي قدمت فيها هذه المسابقة. الشكر الجزيل كذلك للسادة المديرين الذين ساهموا على نجاح هذه التظاهرة، وشكرا جزيلا للجميع. شكرا للاستاذ محمد فصيح مفتي التربوي الذي سهر على نجاح هذه المسابقه. اذا الى هنا نصل الى نهايه حفلنا هذا. رغم ما نختم هذا الفيديو، كنبغي نشكر جميع الاساتذه ديال مجموعه مدارس امزين على الترحيب ديالهم. والحاجه اللي استفدت من هذه الزياره لهذه المدرسه هي ان التعليم العمومي ما زال بخير.